ويسعدنا أن يكون معنا في هذا اللقاء الكاتب الصحفي الأستاذ عبد الله الغضوي مدير القسم السياسي بصحيفة عكاظ السعودي. أهلا بكم ضيفا على شاشة القاهرة الإخبارية. أهلا، شرفتونا القاهرة الإخبارية وسعيدين في الحديث معكم أيضا. تقييمك بداية للتنظيم الخاص بقمة البحرين؟ الحقيقة قمة البحرين على الرغم من أنها جاءت في دورتها الاعتيادية أو العادية، لكن هي قمة استثنائية من حيث التوقيت، من حيث التنظيم، ومن حيث أيضا الملفات والأجندة المطروحة على طاولة القادة والزعماء العرب. التنظيم كان تنظيم جيد وتنظيم نوعي حقيقة، وأيضا التسهيلات التي تم تقديمها أيضا من مملكة البحرين للإعلاميين ولحركة الإعلاميين وتوفير اللقاءات كانت أيضا على مستوى جيد. نحن نعلم أن غزة الآن هي الملف الأول على مستوى الدولي، ليس على مستوى العربي وعلى المستوى الإسلامي. غزة وما يحدث فيها من عدوان إسرائيلي مستمر أثار كل المجتمعات والدول. نحن نرى انعكاسات الوضع في غزة على الجامعات في أمريكا، على الوسط الاجتماعي في الدول الأوروبية، على العالم العربي. لذلك العرب اليوم أمام تحديات كبيرة جدا، نأمل أن يكونوا على مستوى هذه التحديات، رغم أنه في الواقع تبذل المجموعة العربية التي انبثقت عن القمة الإسلامية في الشهر الماضي، انبثقت مجموعة اتصال من أجل التواصل مع الدول الكبرى وعلى رأس الولايات المتحدة الأمريكية، أن القادة العرب مصممين أكثر من أي وقت آخر أن يكون هناك موقف، لأن العالم العربي الوزن السياسي الذي أصبح فيه الآن وقوته ووجوده على المسرح الدولي يفرض عليه أن يكون له دور في وقف هذا العدوان الإسرائيلي والضغط على الحليف الأمريكي الداعم لإسرائيل من أجل على الأقل البدء بعملية سلام طويلة الأمد بين إسرائيل وبين فلسطين وإنهاء الوضع في غزة. نعم، إذا لاحظت في مسيرة المؤتمرات العربية التي انعقدت بعد 7 أكتوبر، كانت بداية مؤتمر السلام في القاهرة، ومن ثم القمة الإسلامية في جدة، ومن ثم قمة الدول الأوروبية الأفريقية عفوا، وأيضا نحن هون في القمة العربية 33. هذا يشير إلى أن العالم العربي بات الآن أكثر ديناميكية سياسية. نتائجها أو استثمار هذه الديناميكية يتطلب المتابعة، وبالتالي كثرة وسلسلة هذه المؤتمرات تفرض دينامية من نوع معين على العالم العربي لأن يكونوا فاعلين هذه المرة أكثر من أي وقت مضى. الآن ما يحدث في فلسطين هي ليست عملية محدودة أو هو رد على هجوم ضد هجوم آخر، الآن هناك محاولة تغيير خرائط في المنطقة، ومن هنا تأتي أهمية هذه القمة، ومن هنا تأتي أهمية التنسيق العربي. إسرائيل اليوم تسعى لتصدير الأزمة كما فعلت من قبل لتصديرها إلى سوريا وإلى لبنان، ومنذ شهر أصبحت في إيران، والآن تحاول أن تزج بهذه الأزمة أو تدفع بها باتجاه مصر، وأيضا مصر كان لها موقف واضح ورادع باتجاه التجاوزات الإسرائيلية. لذلك نحن في مرحلة خطيرة تتطلب موقف عربي أكثر ديناميكية وأكثر صرامة، والحقيقة ننتظر موقف متقدم أكثر من أي موقف آخر. أشكرك شكرا جزيلا. كل الشكر لكم وأتمنى لكم التوفيق.